السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يمكن تجربة نتكلم فيها عن مركز التحكيم الرياضي وليس عن أحداث رياضية. الحمد لله احنا يمكن ضمن أحداث رياضية كثيرة في دولة الإمارات، ضمن كأس العالم للناشئين، بالعكس يعني يمكن خلينا سبقنا في كأس العالم للناشئين، يمكن أول كأس العالم للناشئين ما ضمناه في دولة الإمارات، ما ضمن أحداث رياضية سواء في الفورمولا سواء في الألعاب الفردية في دولة الإمارات، لكن احنا تجربتنا كانت إنشاء مركز التحكيم الرياضي بموجب القرار الاتحادي رقم 16 في 2016 في إنشاء مركز التحكيم الإمارات الرياضي. جاء فكرة دولة الإمارات في مؤسسة في هيئة الرياضة دولة الإمارات إنشاء هذا المركز بناء على كيف كانت تجربة الاحتراف في دولة الإمارات. جاءت تجربة الاحتراف في اتحاد كرة القدم، كان هذا لا شك أنه كان عبء كبير على دول ممكن خليجية أو دول عربية، سواء من لاعبين من مدربين على مستويات عالية، عقود ضخمة وضخمات في المبالغ اللاعبين سواء المحترفين الأجانب أو المواطنين. فهذه كانت يعني يمكن إنشاء هذا المركز دور كبير في صدد هذه الخلافات الموجودة. يمكن احنا تم تشكيل مجلس إدارة بالانتخاب من الجمعية العمومية من اللجنة الأولمبية برئاسة الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المفعول رئيس اللجنة الأولمبية، ويترأس مركز التحكيم اليوم الحكم المونديالي علي بوسيم. تكون المجلس من 7 أعضاء، ولا شك برغم يمكن من الكفاءات اللي موجودة في دولة الإمارات، يمكن احنا مستوانا الجغرافي موجود على مستوى خريطة دولة الإمارات في الانتخاب، يعني يمكن عندنا 7 إمارات لكن تشكل هذا المركز من كل إمارة. مسؤوليات مهام هذا المركز، بناء على القرار الذي صدر، المركز هو الجهة العليا والحصري للفصل في المنازعات الرياضية ذات الصلب الرياضي. يمكن احنا طلعنا قرار في مركز التحكيم ان جميع اللاعبين المواطنين في دولة الامارات ينخضون الى مركز الامارات للتحكيم الرياضي اجباري، وهذا بناء على قرار من وزارة العدل وقرار من وزارة من دولة مجلس الوزراء. في عندنا محكمة الكاس موجودة في فرع اللي في محكمة الكاس في امارة القضية موجود، لكن ممكن يخص على اللاعب الاجنبي والحق يروح للمحكمة الدولية او يروح للمحكمة الموجودة في دولته او انه يروح للمحكمة الكاس. اليوم عندنا مثل غرف تحكيمية موجود على حسب الاتحادات اللي موجودة، ممكن في دولة الامارة في اتحاد كرة القدم كان في غرفتين، وبعد الاتفاق اللي بينه وبينه استوت غرفة واحدة وغرفة اسناف تحولت الى مركز الامارات للتحكيم الرياضي. وطبعا يعتبر المركز استقلال مالي واداري انفصل تماما عن الدولة، ويعتبر يعني كأنه قطاع خاص وليس قطاع حكومي. اهداف المركز تقديم خدمة تفضل المنازعات الرياضية ذات الصلب الرياضي عن طريق التحكيم او التوفير. بموجب القرار الاتحاد رقم 16 لسنة 2016 وسرعة الفصل في القضية، نحن حددنا في النظام الأساسي أنه في قواعد إجرائية لا فترة معينة 90 يوم للقضية الموجودة. طبعا هذه بعد إذا كانت في اتحاد كرة القدم، بعد ما تحول من اتحاد كرة القدم تتحدد عنها من دخل تاريخ تسجيلها في الموقع. المشاركة في المحافل الرياضية ذات الصلة، تقديم اشتراك استشارات في مجال تحكيم القطاع الرياضي والمحلي والاقليمي والدولي، تنميه وتطوير التعاون بين المراكز ومركز التحكيم الرياضي سواء على مستوى دوله الامارات او دول ثانيه او دول عربيه او العالم، نشر ثقافه التوفيق والتحكيم في الدوله وتنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل واصدار المطبوعات والمنشورات. طبعا هذه تتوزع للاعبين عشان يكون عندهم خلفيه دراية بالقانون الموجود، سواء القانون الموجود الدولي واضح للاعبين الاجانب بحكم ان عندهم وكلاء لاعبين. اليوم احنا اللاعبين الموجودين في الدوله بدينا تكون خطوه ايجابيه جيده، يكون كل لاعب له وكيل ويكون معتمد عشان يكون عارف انه يوقع العقد، عارف شو بيكون مصيره بعدين على التوقيع اللي وقع في عقده، سواء في اختلاف بينه وبين النادي او في اختلاف تطبيق العلاقات
مع الجهات المعنية بالتحكيم الرياضي وتشجيع التعاون والشركات. إن اختصاصات مجلس الإدارة إصدار النظام الأساسي والقرارات المتعلقة بعمل المركز، اعتماد الخطة الاستراتيجية والبرامج التنفيذية للمركز، اعتماد الهيكل التنظيمي، تشكيل الجهاز الإداري للمركز، اعتماد اللوائح الداخلية وقواعد سير العمل والأديان المرتبطة. اليوم احنا عندنا اليوم في المركز طبعا في بورد في مجلس الإدارة، في بورد تشغيلي بيكون في المجلس في المدير التنفيذي، في رؤساء غرف موجودين، في موظفين موجودين، وهذا يجب يكون بعد ما يعمل فيه ويكون اعتمادا من مجلس الإدارة. وطيد العلاقات الخارجية والداخلية من كافة الجهات ذات العلاقة. اليوم احنا لازم نكون نطلع اليوم ما احنا في موجود قانون في الاتحاد الدولي، لكن لازم نعرف تجاربنا سواء في اخواننا في الدول سواء في قطر او في السعوديه، يمكن قطر بدون ميانا، ولكن الحين يمكن كان متشاور، يمكن حتى في الميثاق العلمي يمكن بيننا وبين قطر والسعوديه كان الميثاق اشتغلوا عليه ثلاث جهات يعني في دول الخليج مجلس التعاون الخليجي. اصدار قواعد الاجرائيه المتعلقه بالتفتيش والتحكيم طبعا تعتمد في مجلس الاداره بخصوص هذا الجانب. تعيين طبعا المدير التنفيذي للمركز ورئيس الغرف التحكيميه، التحكيم الرياضي الابتدائي والاستنافيه، اعتماد قائمه سنويه باسماء الموفقين المحكومين المعتمدين وفق ما يحدد احكام في هذا النظام. اعتماد الميزانيه والحسابات والحساب الختام للمركز، تحديد مقابل الخدمات الذي قدمها. اليوم انت لازم طالما انك تقدم خدمه تعرف ان كم تقدمه والشخص اللي جاي عارف المجال اللي بتقدم، عارف ان هل هذه الخدمه مقابل، ممكن يقول لك انا اجنبي انا ليش اروح محكمه الكاس وممكن ادفع لك جزء مبلغ معين وانا اخذ حقي، عشان الامور واضحه طبعا القانون واضح وممكن ياخذ يعني مبلغ معين. اعتماد تقرير السلم باعمال المركز وعرضه في الجمعيه العموميه للجنه النظاميه. تعيين الهيئات الاستشارية، احنا التعريف عندنا في الهيئة الاستشارية لجنة تشكلها مجلس التحكيم الرياضي تخص بالفصل في الاضطرابات والإجراءات التي تعرض عليها وفق الأحكام النظام الأساسي المركز. تشكيل وشكل مجلس هيئة استشارية برئاسة رئيس المجلس وأربعة من الخبراء الموجودين في القانون والنظم الرياضية باختيار من خارج أعضاء مجلس الإدارة. تكون مدة العضوية أربع سنوات. في حالة شغل منصب أي عضو يتم تعداد المناصب إمامه، يكون المجلس في حالة اختيار عضو بديل يحل محله. في مهام لهذه الهيئة الاستشارية اقتراح المبادرات التي من شأنها تنظيم شعار المركز عالميا، دراسة التجارب والمقارنات في أماكن التحسين في نظام المعمول فيه في العالم، دراسة طلبات التحكيم بصفة فردية وتقديم ملاحظات بشأن استيفاء الملف بكافة الإجراءات المطلوبة يطلب من المدير التنفيذي للمركز. يوجد في المركز مستويات التحكيم الابتدائية والاستثنائية. اليوم احنا تكلمت يمكن في السابق ان في اتحاد الكرة توجد محكمة ابتدائية، لكن في اتحادات أخرى يمكن ما توجد فيها محاكم، يعني على سبيل المثال اتحاد اليد أو اتحاد السلة فدايركت القضية تروح مركز التحكيم الرياضي على هذا الجانب، لكن إذا كان موجود المحكمة الابتدائية في الاتحاد يعدنا دايركت على المحكمة الاستثنائية. عندنا يمكن في الابتدائية عدد منازعات يمكن اليوم 10 منازعات، في الاستثنائية يمكن 24، لكن يمكن اللي عارفين طبعا معظم القضايا قضايا كرة القدم هي والمخرج جزء كبير في الاتحاد في مركز التحكيم الرياضي. واشكركم على حسن استماعكم. Thank you.